إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله سوف يكون الكلام في هذه المحاضرة بحول الله وقوته حول دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء. الأصوليون قسموا دلالة اللفظ من حيث ظهور ما يدل عليه وعدم ذلك إلى ثلاثة أقسام: النص والظاهر والمجمل. فإذا دل اللفظ على معنى، فإما أن يكون المعنى ظاهرا وإما أن يكون خفيا. إذا كان النص ظاهر فهو النص، وإما أن يكون الخفاء خفاء يتردد بين أمرين فهو الظاهر، وإما وإما أن يكون الخفاء خفاء لا يتبين منه المراد إلا بدليل آخر، فهذا هو المجمل. فإذا النص أو دلالة النص من حيث ما يظهر فيها من المعاني والأحكام، منها ما يحتاج إلى بيان ومنها ما لا يحتاج إلى بيان. الذي لا يحتاج إلى بيان هو النص، والذي يحتاج إلى تبيين أو بيان فهو الظاهر والمجمل. النص في لغة العرب يعنى به الكشف والظهور، وفي الاصطلاح يطلق النص في مقابل الظاهر والمجمل. في الاصطلاح يطلق النص في مقابل الظاهر والمجمل، ويعرفونه أو يعرفه الأصوليون بأنه ما دل على معناه دلالة لا تحتمل التأويل. ما دل على معناه دلالة لا تحتمل التأويل. وهذا مثل الذي ذكرناه في دلالة المنطوق أو النص الصريح أو عبارة النص، فقلنا النص فيه أو المعنى فيه ظاهر كالمقادير المحددة، كالمقادير المحددة مثلا، أو كتحديد أي الأيام أو تحديد أنصبة معينة مثلا، كمقادير إخراج المقادير التي يكون فيها بها إخراج الزكاة مثلا. هذه تحديدها في النصوص ظاهرة عفوا نصا، لأن المعنى فيها لا يدل إلا على معنى واحد لا يتعدى ولا تحتمل التأويل، فلذلك تسمى بالنص. من الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فاجلدوهم 80 جلدة، فاجلدوهم 80 جلدة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فهذا النص فيه بيان لمقدار الجلد ولا يحتمل أقل أو أكثر من 80. كذلك
قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهكذا النصوص التي فيها بيان هذه المقادير أو هذه الأعداد وغيرها من النصوص التي لا تحتمل إلا معنى واحد، وكذلك لا تحتمل التأويل. يطلق النص في مقابل الدليل العقلي أو الدليل من المعنى، دليل يدل عليه العقل أو هو مستنبط من النص أو من النص، فيكون المقصود به النقل. إذن إما دليل العقل وإما دليل النقل. ولذلك يقول العلماء في بعض المسائل: دليلنا في هذه المسألة النص والقياس، النص والقياس. فيريدون بالنص المعنى المستنبط من الدليل وهو النقل، ويريد بالقياس الأدلة التي يدخلها العقل. طبعا العقل دخوله إنما هو بضوابط معينة، وليست هي دخولا مجردا عن أدلة الشرع، أن العقل الذي يدخل في بيان الأحكام مجردا عن أدلة الشرع فهذا لا يعتبر ولا يعتد به، أن العقل إذا مازج أدلة الشرع ووافقها فهذا هو العقل الصحيح الذي يعتد به شرعا. أما العقل الذي يتجرد عن النصوص الشرعية ولا يمازج النصوص الشرعية وأدلة الشرع فهذا هو العقل غير الصحيح، وهو العقل الذي لا مجال لدخوله في الأحكام الشرعية. فإذا اجتمع العقل والشرع فهذا هو الخير وهو الأفضل وهو الأوجب اتباعه. أما العقل المجرد فلا استحسان له ولا تقبيح له مجردا عن أدلة الشرع. النص. القسم الثاني من أقسام دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء: الظاهر. والظاهر في اللغة هو خلاف الباطن، خلاف الباطن. قد يسمى الواضح، يسمى الواضح الذي إذا ظهر فيه الأمر وانكشف، ظهر فيه الأمر وانكشف يسمى بالواضح أو الظاهر. هذا في اللغة، لكن في الاصطلاح المراد به هو ما احتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر، هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. وهذا التعريف يدلنا على أن الظاهر هي صفة لللفظ وليس هو اللفظ الذي احتمل هذا المعنى، وإنما الذي احتمل المعنى هو اللفظ. فمن صفات هذا اللفظ أن يكون ظاهر أو أن يكون خفي. وأيضا يطلقون أحيانا الظاهر على
المعنى الراجح الذي دل الدليل عليه مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، يعني أحيانا يطلق الظاهر على الدليل الراجح، يعني العلماء إذا أرادوا أن يحققوا في مسألة ما، فتجد الواحد منهم بعد أن يورد الأدلة يقول والظاهر في هذه المسألة كذا، أو والذي يظهر في هذه المسألة كذا، أو الذي يظهر لي هو كذا، فيريد بذلك الراجح. ومن الأمثلة على ذلك دلالة الأمر على الوجوب مع احتمال الندب، حتى نبين التعريف بهذا المثال. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا، فهذا أمر، وهذا الأمر يحتمل أن يراد به الوجوب، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا، ويحتمل أن يراد به معنى آخر وهو الندب، لأنه كما هو معلوم أن الصلاة فيها المندوب المسنون، وفيها الواجب والمفروض، فيحتمل أن يراد بهذا الأمر الوجوب، ويحتمل أن يراد به الندب، لأن الصلاة فيها ما هو الندب، فأيضا يحتمل أن يراد بذلك الندب أو المندوب. هذا من جهة المثال ومن جهة التعريف، أن الظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، وقلنا قد يراد به الراجح. إذا كان الأمر كذلك في أن الظاهر هو ما احتمل معنيين، فإن العلماء أو المجتهدون لهم باب آخر أيضا من أبواب دلالة اللفظ، حتى ينصرف المعنى إلى جهة معينة بدليل يدل عليها، لأن اللفظ إذا احتمل معنيين فلا شك أن العمل مراد بأحد هذه المعاني وليس كلها، فيذهب المجتهد إلى ما يسمى بالتأويل، وهو طريق للوصول إلى أحد هذين المعنيين أيهما أرجح، فهذا الطريق هو ما يسمى بالتأويل. التأويل هو العمل المجتهد في الدليل الذي يظهر أنه احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، فيجتهد المجتهد بعمل التأويل في هذا النص الظاهر. فلذلك نقف على التأويل من جهة المعنى اللغوي والاصطلاحي. فالتأويل اسم مفعول وفعله آل يؤول، أي بمعنى رجع، فيكون المؤول بمعنى المرجوع به. وفي الاصطلاح المؤول هو اللفظ المحمول، هو اللفظ المحمول على الاحتمال المرجوح بدليل. المؤول هو اللفظ المحمول على الاحتمال على الاحتمال المرجوح بدليل. إذن لا بد أن يكون هناك دليل حتى يرجح به أحد المعنيين في النص الظاهر، لا بد أن يكون هناك دليل حتى يرجح به أحد هذين المعنيين، يعني لا يكون الاختيار لأحد هذين المعنيين أو هذين المعنيين بالهوى أو بالتشهي، وإنما هو بالدليل الشرعي المعتبر. هذا المؤول، إذا قلنا المؤول هو اللفظ المحمول، فالتأويل هو حمل اللفظ على الاحتمال، حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل. يعني هناك من جهة المعنى فرق بين المؤول
هو الدليل المحمول على الاحتمال المرجوح بدليل، والتأويل حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح بدليل. وكان من المفترض أن يضاف أيضا إضافة أخرى كما قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول أن يكون التأويل حمل اللفظ على الاحتمال على الاحتمال المرجوح بدليل صحيح، يعني لابد أن يضاف أيضا كلمة صحيح، فيكون هذا التأويل قائم على دليل، وهذا التأويل أيضا قائم على دليل صحيح معتبر شرعا، وليس كل دليل يؤول به. فإذا التأويل الصحيح، إذا قلنا بموجب هذا التعريف، التأويل الصحيح هو الذي يقوم على الدليل الصحيح، والتأويل الفاسد هو الذي يقوم على الدليل الفاسد أو الذي لا يقوم على دليل. فإذا بهذا يمكن أن نقول أن التأويل على قسمين: تأويل صحيح وهو حمل اللفظ على الاحتمال غير المتبادر للذهن بدليل قوي صحيح يقتضي ذلك، إذا قلنا ما هو التأويل الصحيح. والتأويل الفاسد هو حمل اللفظ على الاحتمال غير المتبادر للذهن بدليل ضعيف لا يقوى على صرف اللفظ عن ظاهره، هذا التأويل الفاسد. فمثلا نأخذ مثال، الله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت، ظاهر الآية أنك إذا انتهيت من القراءة قرأت وفرغت، وهذا ليس المراد من ذلك كما يفيده ظاهر اللفظ من حيث الوضع، يعني لا يفيد أن المراد إذا أكمل الإنسان أو أتم قراءته للقرآن في أي قدر قرأه أن يقول بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هناك معنى، والمعنى المراد معنى آخر غير هذا المعنى، وهو إذا أردت قراءة القرآن، إذا أردت قراءة القرآن. فهناك ما يصرف هذا يصرف النص إلى هذا المعنى، يصرف الظاهر إلى هذا المعنى وهو المراد، وهو إذا أردت قراءة القرآن. ومثله قول الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم، فظاهر الآية يفيد إذا صليتم، بعدها إنسان يغسل وجهه ويديه وما إلى ذلك، يتوضأ. لكن هناك معنى آخر، أي إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية. وهذا هو المعنى الصحيح الذي يدل عليه الدليل، وهو أن الإنسان إذا أراد القيام إلى الصلاة قام بهذه الأوامر، وهي ما يتعلق بأمر الطهارة. وهذا التأويل الصحيح، التأويل الصحيح الذي ينصرف إلى معنى آخر، يعني نجد مثلا في هذه الأمثلة التي ذكرناها معنيين ينصرف إلى معنى آخر يدل الدليل عليه بدليل صحيح، وهو التأويل الصحيح. التأويل الباطل أو التأويلات الفاسدة مثل الاستدلال أو تأويل الحنفية، مثلا نقول في حديث غيلان عندما أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن،
أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن. ففهم أو جاء تأويل لهذا الحديث على أن المراد أمسك الأربع الأول منهن، هذا معنى أمسك الأربع الأول منهن، والمعنى الآخر أن المراد ابتداء أن يبتدئ نكاح أربع منهن، أن يبتدئ نكاح أربع منهن. قالوا لأن نكاح المتأخرات نكاحهن باطل، فلا يجوز أن يختار منهن أحدا إلا بعقد جديد، فلذلك قالوا أن يبتدئ النكاح، أن يبتدئ النكاح بعقد جديد. والجواب أن عن هذا أن الرجل الذي جاء في الحديث في شأنه حديث الإسلام ولا يعرف شروط النكاح وأركانه، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط أن تكون الأربع هن المتقدم نكاحهن لبين له ذلك. لو قلنا أن المراد هو ابتداء النكاح من جديد، وهذا المتقدم إنما أسلم حديثا، لبين له النبي صلى الله عليه وسلم شروط وأركان النكاح والطريقة التي يصح بها النكاح حتى يكون هذا النكاح صحيحا على ما ذهبوا إليه من هذا المعنى. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان ذلك، عرفنا أن المراد أنه أن الأمر متروك لاختيار الزوج، أنه يختار أربعا منهن ويفارق الباقي أو سائرهن، يفارق سائرهن ويترك معه أربع، والأمر للاختيار. فهذا التأويل تأويل فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك البيان لوقت الحاجة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك البيان لوقت الحاجة. فعلم من ذلك أن المعنى الذي ذهب إليه الحنفية معنى لا يصح، وهو معنى باطل. كذلك مثله تأويلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قالوا بأن المراد بها الصغيرة أو الأم أو المكاتبة، ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما، وهذا أخذناه في ألفاظ العام أو صيغ العام، امرأة أيما امرأة، فهذه دلالة تدل على عموم النساء، كل امرأة أرادت أن تنكح أو كل امرأة أريد زواجها أو نكاحها فلا بد لها من ولي. وبهذا يكون نخلص إلى مسألة، وهي أن التأويل الصحيح له شرطان: الأول أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يراد صرفه إليه في لغة العرب، يعني لا يكون الأمر مجردا عن الوقوف على المعنى الذي يحتمله النص، يعني لا نأتي لكل نص ونقول أنه يحتمل معنيين، لابد أن يكون النص يحتمل هذا المعنى في لغة العرب. الشرط الثاني أن يقوم على التأويل دليل صحيح، وهذا الذي أضفناه أو ذكره شيخنا الشيخ ابن عثيمين بقوله بدليل صحيح، أن يقوم على التأويل دليل صحيح، دليل صحيح، سواء كان هذا الدليل من سياق اللفظ أو بدليل آخر إذن هذان الشرطان هما يجب توفرهما عند
التأويل، تأويل النص الظاهر، أو عفوا تأويل دلالة النص على الظاهر، وهو احتمال معنيين أحدهما أرجح من الآخر، فنريد أن نصل إلى أحد هذين المعنيين أو إلى الدليل الراجح بدليل صحيح، دليل صحيح. هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، أن التأويل لم يرد في مراد الشرع المراد به هذا التعريف الذي ذكرناه، وهو حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل أقوى كما هو في الاصطلاح، وإنما جاء لفظ التأويل في نصوص الشرع يدل على معان أخر، كأن التأويل يراد به ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الأمر، قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله. كذلك يأتي التأويل بمعنى التفسير، قال صلى الله عليه وسلم في شأن ابن عباس حينما دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. المعنى الثالث صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى فاسد. جاء معنى التأويل في القرآن أيضا بمعنى آخر، وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى معنى فاسد غير مراد. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وابتغاء تأويله. فهذه المعاني هي التي جاءت في نصوص الشرع بهذا المعنى. القسم الثالث من أقسام دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء، المجمل. المجمل في اللغة يراد به المبهم، وأما في الاصطلاح فهو ما دل على أحد معنيين، ما دل على أحد معنيين لا مزية لأحدهما عن الآخر بالنسبة إليه، لا مزية لأحدهما عن الآخر بالنسبة إليه. فكل دليل دل على أحد معنيين ولا مزية ولا مرجح لأحد هذين المعنيين عن الآخر بالنسبة لكل معنى للآخر، فهذا المعنى يسمى المجمل، ما دل على أحد معنيه لا مزية لأحدهما عن آخر بالنسبة إليه. على أحد معنيين يخرج النص، لأن النص لا يدل إلا على معنى واحد. لا مزية لأحدهما عن الآخر يخرج الظاهر، الظاهر يتبين منه أن هناك معنيين لكن أحدهما أرجح من أحدهما أرجح من الآخر بدليل يدل على ذلك. بالنسبة إليه أي بالنسبة إلى اللفظ المجمل وحده، وإن كان أحد المعنيين راجح بالنسبة لدليل آخر بين المجمل، وذلك لأن الإجمال لم يعد باقيا في شيء من نصوص الوحي التكليفية، كل النصوص التي يظهر فيها إجمال قد بينت، والحمد لله، لأن إما بيانها بأدلة أخرى شرعية أو حسية أو عقلية أو غير ذلك، كل هذه الدلالات بينت ولله الحمد. فالنصوص المجملة الباقية لا يتعلق بها تكليف، أما النصوص التي يتعلق بها تكليف كلها مبينة. نأخذ أمثلة على المجمل. الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فإنه قد قام الدليل
على بيان الحق الواجب في المال وهو الزكاة ومقاديرها معلومة. أما في هذا الدليل نقول هذا الدليل فيه إجمال وآت حقه يوم حصاده، لم يظهر فيه القدر المراد، ولكنه بين بأدلة أخرى. ومن العلماء من ذهب أن المراد بهذه الآية هو بيان أن المراد به الحق هنا الصدقة المطلقة، الصدقة المطلقة. هذا والأمثلة على ذلك كثيرة. كذلك الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كذلك شروطها وأركانها سننها وواجباتها، واجبات الصلاة بيّن لنا كل ذلك كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فالبيان من ما جاء منه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وأقيموا الصلاة وغير ذلك من النصوص التي فيها إجمال وقد بينت. إذا سألنا سؤال ما هي أسباب الإجمال، الإجمال له عدة أسباب كما تكلمنا في أسباب الاشتراك. فمن أسباب الإجمال أهمها الاشتراك اللفظي، وهو تردد اللفظ بين معنيين فأكثر، تردد اللفظ بين معنيين فأكثر. هذا هذا سبب من أسباب الإجمال، أن يتردد اللفظ بين معنيين فأكثر، وهو الاشتراك اللفظي كما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة قر فيها اشتراك لفظي لتردد المعنى اللفظ على أكثر من معنى، فهذا سبب من أسباب الإجمال. من أسباب الإجمال كذلك اشتهار المجاز وكثرة استعماله، اشتهار المجاز وكثرة استعماله. من أسباب الإجمال كذلك الإطلاق أو التعميم في موضع لا يمكن العمل فيه بالمعنى الظاهر من اللفظ لافتقاره إلى التحديد. إذا وجد لفظ مطلق وعمم في موضع لا يمكن العمل فيه بالظاهر، هذا الإطلاق أو هذا التعميم سبب من أسباب الإجمال. طيب قد يسأل سائل إذن ما هو الفرق بين المجمل والمشترك، لأن كلاهما احتمال لللفظ لأكثر من معنى وكلاهما يحتاج إلى بيان. بعض الأصوليون يعقد فصلا في بيان باب للمشترك وآخر للمجمل، والبعض إذا عقد باب الإجمال فلا يتطرق إلى الاشتراك لما يظهر له أن الاشتراك داخل في الإجمال. وقد فرق بينهما بعض العلماء بأن الإجمال بالنسبة إلى الفهم والاشتراك بالنسبة إلى وضع اللفظ واستعماله، هذا أظهر تفريق في أن الإجمال يتعلق بالفهم، يتعلق بالفهم، وأما الاشتراك فيتعلق بوضع اللفظ واستعماله، وضع اللفظ واستعماله، مع أن كلاهما يحتاج أيضا إلى بيان، كلاهما يحتاج إلى بيان، ولكن هناك فرق بينهما من جهة أن هذا متعلق بالفهم والآخر يتعلق بوضع اللفظ. بهذا يكون وصل الكلام بنا عن في أقسام دلالة اللفظ من حيث الظهور والخفاء إلى ثلاثة أقسام: النص والظاهر والمجمل، وتعرضنا كذلك إلى التأويل بين هذه الأقسام الثلاث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.